إن شاء الله راح نتكلم في الدرس هذا عن الاهتمام بالجلطة الدماغية، عن الاهتمام بالمصاب بالجلطة الدماغية وأيضا بعض الأعراض في الجلطة الدماغية. طبعا هذا الجزء الثالث يجب أيضا التماس العناية الطبية على الفور إذا لوحظ أي ملاحظات على الشخص، إذا كان مثلا يحس بالدوار أو عدم القدرة على التنسيق الحركي أو التعب أو المرض الشديد في الرأس. إذا شعرت بأي من العلامات أعراض الجلطة الدماغية التي يعني ذكرتها في الدرس الأول والدرس الثاني، من الضروري طلب الإسعاف والطوارئ على الفور، حيث أن كل دقيقة لها يعني أهميتها. لا تنتظر لترى ما إذا كانت الأعراض ستزول، حيث أن كلما طال الوقت بدون تلقي علاج السكتة الدماغية كلما زاد احتمال حدوث ضرر وعاجز في الدماغ. ولتحقيق طبعا أقصى فاعلية في تشخيص الجلطة الدماغية وعلاجها، فإنه من الأفضل أن يعني مراجعة الطبيب. أيضا من الضروري الوصول إلى قسم الطوارئ في غضون 60 دقيقة من لحظة ظهور أول أعراض الجلطة الدماغية، ويمكن اتباع إجراءات التصرف على وجه السرعة من قبل الأخصائيين، أو إذا كان الشخص المصاب يمر بالجلطة الدماغية. ومن الضروري العلاج مباشرة وإعطاء المريض العلاجات الفورية والمسيلة لجسمه للدم في الجسم. إلى هنا انتهى الدرس. كان معكم الباحث خالد من السعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.